بانتظار انطلاقة هذا الشوط. انطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس على جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي بن تركي آل سعود يرحمه الله، أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر 3 سنوات التي لم تكسب والتي كسبت سباقا واحدا، وهذا الشوط على مسافة 1400 متر، قيمة الجائزة 54,000 ريال. نجم والثاب يتصدر في المركز الأول ملاحقة من الشبابي في المركز الثاني. حكايات أيضا تتابع من الخارج بالإضافة إلى محاولات بقية الجياد وأيضا لمعة البراق في محاولات للتقدم، وأيضا هناك محاولات من بقية الجياد المسناء أيضا محاولات للتقدم الآن بالإضافة إلى صعب المراس. والصدارة لنجم والثاب في المركز الأول، الشباب يتابع في المركز الثاني، وحكايات أيضا من الخارج بالإضافة إلى صعب المراس من الداخل. والصدارة لنجم والثاب آخر 400 متر في هذا الشوط، ونجم والثاب في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. صعب المراس يحاول أن يندفع من الداخل وينتزع الصدارة في هذه الأثناء، وآخر 200 متر كما تشاهدون الآن دخول قوي من صعب المراس وانتزاع للصدارة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألف مبروك.